كانت سوريا، الحلقة الخامسة. قلنا أنه حتى انهيار الدولة العثمانية، عند انهيارها كان في تيارين أساسيين، هن تيار قومي، فكرة القومية العربية، وفكرة إسلامية مبلشة تطلع، بس كانت الفكرة القومية العربية كمان، بس هدولين كانوا عند المثقفين، عند العامة، عند الطبقات الاقتصادية التجارية، ما كان عندهم فكرة عن مشروع سياسي. لهالسبب وين صح لهم عملوا دولة، فعملوا سوريا. مين اقترح عليهم هذا الاسم؟ مين اقترح عليهم؟ فعملوا مملكة بسوريا، حكم فيصل. فهذه المملكة اللي صارت ما عاشت كتير، عاشت فترة بسيطة. هلأ فرضت سيطرتها كامل سوريا، عملت حدود، عملت، لا ما بعتقد، كان في لسه فوضى وحدود بين سوريا ولبنان، ما كانت لسه محددة، يعني حتى بين سوريا وتركيا ما كانت لسه محددة، كان في ناس بحلب بدهم ينضموا لتركيا، الموصل كمان كان في خلاف عليها، مع الأردن ما في حدود، يعني ما كانوا، الجيش البريطاني موجود بفلسطين فما حسنوا يفوتوا لها، فما كان في يعني. لكن احتلال الجيوش الفرنسية هو اللي فرض تكوين سوريا الحالي، يعني هن اللي قسموا أول شيء، عملوا حدود سوريا، وبعدين عملوا لبنان الكبير، وقسموا سوريا لأربع دول، بعدين رجعوا يعني وحدوا مع بعض، الاتحاد السوري سموا. الفرنسيين عملوها خريطة، يعني عملوها لسوريا، وهذا مشروع دائما، يعني كل ما دخل الفرنسي احكوا بالتقسيم، مشروع دائما هو هيك تقسيم المناطق. فالجيش الفرنسي غورو هو اللي فرضوا لبنان الكبير، وفرضوا سوريا بشكلها الحالي، وعادوا بلشوا يبنوا مؤسسات، يعني شيء ما مؤسسات دولة. بالأول ما كان في، بعد يعني أيام العثمانيين كانت كتير الخدمات والمؤسسات ضعيفة، اجوا هن طوروا. هلا مين اللي حكم بسوريا؟ طبعا في جيش فرنسي، بس مش هو اللي بيحكم، الحاكم، القرارات السياسية العسكرية بياخذها هو، بس في ناس بدها تمسك البلد، اقتصاد، الخدمات إلى آخره. فكان في طبقة من كبار الملاك، الإقطاعي والبرجوازية، مو برجوازية صناعية، ما كانت موجودة يعني مثل عندنا مثل الدول الأوروبية، كانت برجوازية عقارية يعني تجارية وهذا. فهي التحالف هذا، كبار الملاك، هو اللي شكل أساس قيام، أساس للدولة، للسلطة، الأساس الاقتصادي السياسي للسلطة. ما كان في أحزاب سياسية، هدول كانوا وين؟ بالمدن، وهدول عدد محدود وطبقة صغيرة من المجتمع. ما كان يعني تخيلوا هذيك المرحلة، انه هاي الناس كانت تشتغل بزنس، يعني ما عندها المشروع الوطني او المشروع القومي او المشروع، فطلجت الايديولوجيات من برات، بلشت تجي افكار اسلامية، افكار الشيوعية، افكار اشتراكية، أفكار القومية، كلها كانت تجي. لوين تروح؟ مو لهي الطبقة، تروح للناس اللي بناطرين هاي الطبقة تعطيهم شيء معضوضه. فانتشرت بأوساط الفلاحين، بأوساط المثقفين، وهناك كتير كان مهم بديك الفترة أنه التعليم، بلش تعليم يطلع، وبلش اللي معه شهادة يتوظف برواتب مغرية، وبالتالي صار وسيلة أساسية لتغيير الطبقة هو التعليم، صار له قيمة العلم، وصارت الناس بدها تدفع صوتها لحتى تتعلم، والعلم ما كان بلاش، وبالتالي وكان في حصص محدودة ومقاعد محدودة، يعني الريف ما كان يحصل مثلا على مقعدين ثلاثة بالثانوية مثلا. فهون كان في فرق كبير جدا بين الريف والمدينة، بين طبقات من الشعب مسحوقة وبين الأغلبية. بيقولوا عنها ديمقراطية وعصر ذهبي وكذا، لا مو صحيح، هي كانت ديمقراطية نخبة بيناتهم، هن بين بعضهم كانوا يتقاسموها، الشعب يصوت حسب بقى ما يعمل دعايات، يعني يطلع واحدا على
على ضيعة، يشوف له مختارين، يشوف له كذا، ياخذ البلد كله. ما كان في احزاب، يعني بمعنى احزاب واراء وتطبيعات صارعة. كان زعيم القبيلة، زعيم البلد، خلاص هاي البلد لفلان، هاي البلد لفلان، وكلهم اللي ترشحوا عنها هن شو منهم منها يعني. ايه، فكان الريف هيك كان ياخذ، وشي محكوم بالاقطاع. فبالتالي بيحكوا عن ديمقراطية عريقة واقتصاد جيد وبلد حريات وبلد قانون ومدري شو، يعني بجوز في شوية قانون، في شوية شرطة، بس ما كان في قمع سياسي، لكن ما كان في تمرد سياسي، ولا كان في حدا بشكل خطر على السلطة. السلطة كانت مستقرة مضمونة بالحكم الاستعماري بجيوش الاستعمار، وبالتالي هن أخذوا هالصورة الحلوة، لكن لم تكن تعبر عن مضمون حقيقي حلو. يعني كانت كتير من سوريا تعيش خارج التاريخ. طبعا اذا نحن ننتقي، قلنا تاريخاني والناس بينتقدوني، انت عم تحكي التاريخ غلط. مزبوط، ممكن انا عم يعني يكون لي تاثير انتقائي بالتاريخ، وهذا كنت توقعوه من كل الناس، يعني الاخرين كمان بيحكوا هيك. يعني في ناس بيلغوا انه صار في عصر جديدي، وانه طلعت الناس من جزيره العرب، بيقول لك لا نحن قديمين، ما كذبه الحكي. هيك بدهم يعني، اللي له مصلحه شغله بنقي على كيفه. وبالتالي ما في تاريخ، ما في حدا بيحكي تاريخ يعني يكتب. التاريخ يكتبه المنتصرون، بيمسك القلم بيكتب التاريخ على كيفه. فنحن ما عم نحكي هيك، عم نحاول نكون موضوعيين، نقدم صورة كما نراها يعني إلى حد ما لكل فئات المجتمع. هلا البريطاني عمل فلسطين، بتعرفوا، نفذ وعد بلفور اللي وعدهم فيه، وعدوا للملك، الأشراف، الشريف حسين، ووعدوا انه يعطيه، يعمل له دولة عربية. ما حسين يعطي، بده يعطي فرنسا حصة، فاضطر انه قال له خذ شرق الأردن، ما اعطى غرب الأردن، بس شرق الأردن. فأعطاه شرق الأردن، وكان له يعني سلطة على القدس تقريبا لحد ما معنوية. عملوا دولة الأردن، ولبنان كبير مثل ما قلنا له، ضموا لمتصرفية جبل لبنان، ضموا له أقضية، طرابلس، بيروت، صيدا، والبقى. يعني شو صفي من لبنان؟ كان لبنان جبل يعني، من جونية إلى شكة بطرابلس، هذا لبنان. لزحلة من هون، هذا لبنان كان متصرفية جبل لبنان. عملوه دولة كبيرة، وكانوا يومتها هذه الدولة كانت يعني أغلبيتها مسيحية، تبوها حتى هي كانت أغلبيتها مسيحية. بفترة الانتداب يعني سوريا ما تجاوزت المليونين، يعني هذا موضوع مهم، مليون يعني ما تجاوزت المليونين نسمة. ولبنان كانت قريبة، مليون ونص، مليونين، لأنه المنطقة يعني منطقة الساحل كان فيها كثافة سكانية ضخمة. سوريا ما كانت مسكونة كلها، يعني بمعنى انه فيها الكثافه، يعني بنحكي احنا على مليونين نسمه بسوريا، فاذا نص مليون بدمشق مثلا ونص مليون بحلب والبقايا توزعوا حمص، ما بتلاقوا بالجزيره في ناس، في بدو عرب موجودين مظبوط بيروحوا وبيرجعوا وكذا، بس بالجزيره كانت مهجوره. فتره الانتداب الفرنسي كانت جزيره مهجوره خاليه الا من البدو اللي بيرعوا، إذا اضطروا يطلعوا يرعوا، إذا لقوا عشب أوطى شوي ما بيطلعوا. وبالتالي لم تكن الجزيرة السورية مسكونة، كتير من المناطق حول المدن كانت فاضية، ما في حدا. يعني دمشق مثلا طلعوا عليها، مو بتقولوا غوطة، كانت دمشق ساحة الأمويين كانت فاضية، ما في حدا. كان من ساحة الأمويين للمزة منطقة حرش، ما حدا بيستجي يفوت عليها، بتخوف. حرستها كانت حرش بخوف، ما حدا بيفوت عليه. كان بعد شارع بغداد ما في سكن، ما في سكن. شارع بغداد بنى جديد بعد الاستعمار، أيام الاستعمار الفرنسي، وبعده ما كان قديم، كانت دمشق والسور وشوية قرى حواليها. فما صحيح تقولوا انه والله نحن موجودين عبر التاريخ، لا، كان الناس تفضل تسكن جنب المدن، تسكن جنب العاصي، تسكن جنب المدن، ما تروح على الحسكه. كل سبخات كانت، وكل برغشة هالقد، ما تسكن جنب المدن. وبالتالي ما كان فيها الكثافه السكانيه، يعني كنا نطلع من بوابه الصالحيه للشيخ محي الدين بساتين، يعني
يعني بساتين، ما في حدا بساتين، يعني باقي منطقة كل المنطقة من ساحة الأمويين للمالكي كلها كانت بساتين، ما فيها سكان، ما في حدا. فدمشق لم تكن، ولا حتى المدن الثانية لم تكن مكتظة، لم تكن سوريا مكتظة، وعدد سكانها قليل جدا. وبالتالي مو صحيح ان نقول هي المنطقة مسكونة ومأهولة عبر التاريخ. في مناطق كانت كثير هشة جغرافيا، هشة جغرافيا. هلا هي الطبقة الحاكمة اللي حكمت أيام الانتداب حقيقة هي ما كانت يعني أساءت، لأنه الجيش الفرنسي هو اللي بيسيء، وهو طلع السواد للفرنسي، طلعوا هن بأبيض الوجه، فأخذوا هالصورة الحلوة. لكن هن كانوا رغم أنهم يعني عارضوا الفرنسيين وقالوا لهم طلعوا وكذا، بس هن عمليا طلعت فرنسا من سوريا بقرار الأمم المتحدة. وقت اللي ما طبقت القرار اجت جيوش بريطانية أخرجت الجيوش الفرنسية. وبتذكروا يعني اهلنا بيتذكرونا كيف اجوا الانجليز وكيف عادوا وكيف كانوا يذبحوا الخيل وكيف كانوا يفرضوا يعني. بس كان في قانون، كان في يعني دولة، كان في هلا الثورات والتمردات والى اخره حلوة كانت، لكن يعني حكوا عنها اكثر من اللازم، يعني ما كان صحيح، يعني بالغوا كثير فيها وبالغوا بهي الشخصيات. لانه انا بعرف كثير ناس انه كانوا يعني ما حدا كان بهداك الزمان يعتبرهم ثورات، خاصة من تاني. يعني في شيء كان لزعامات، في شيء كان عصبيات، أما شعور هيك وطني سوري مثل ما عم يحكوا، هذا كلام مو صحيح، هالكلام مو صحيح. وهذا كتبوه هيك، يعني كتبوه تاريخانيين. ما كان في هذا الشعور، ما كان في هذه البطولة والنخوة اللي بيحكوا عليها باب الحق، مدري شو هذا الحكي، مو صحيح. كتير كان ناس حابة الاستعمار وصارت حبت الغرب، وكتير كان ناس يعني تنسيت كل تراثها وبلشت تلبس غربي، وصارت اللي بيلبس غربي واللي بيتصرف غربي واللي بيعمل غربي هو يعني هو الحكم، هو اللي هو المطلوب. يعني حتى الواحد واحد صار بس يتعلم له كلمتين يروح يلبس طقم ويعمل مثل الغرب. فالتقلد بالغرب، التقلد بالفرنسي كان صفة عامة طاغية، طاغية وما يزال إلى الآن، لأن حضارة رغم تقدم إلى الآن لا تزال يعني هذه النزعة موجودة. فكرة إنه والله فيها وطنية كانت أيام استعمار، وإنه نحن يعني كانت في أبطال وطنيين، وكان كله في مبالغات مش صحيحة. لم يكن الاستعمار الفرنسي أسوأ من الحكم العثماني، ولم يكن ولن يكون أسوأ من الحكم الوطني اللي جاء بعده. هاي مشكلة بدنا نفهمها منيح، إن نحن غير ناضجين بعد لإنتاج وطن، نحن غير ناضجين، لا السبب لا المعارضة ولا النظام حسنوا يعملوا شيء. فتنا بصراعات ودمرنا بلدنا. هذا رح نحكي المرة القادمة شوي عن دمشق، عن المدينة، عن الحياة الاجتماعية، وبعدين ننتقل لسوريا بعد الاستقلال، نلخص كيف تحولت، ثم بنشوف نفوت على المعارضة وعلى النظام، أحداث معينة عشناها ساعتها، هيدي كلها سمعناها من الناس يتبعها.